يعود عمر هذه الحفريات في منطقة الشبانات إلى أكثر من عامين، والتي تسببت بحوادث عديدة راح ضحيتها عشرات المواطنين هنا. لم تطلها يد الإعمار على الرغم من قربها من مركز المدينة، فأصبحت مشكلة يصعب حلها من قبل الجهات الحكومية. هذا الشارع ما الشبانات، هنا وين قرب المدارس، طشة كلش قوية يعني، وتعيق المسير مال السيارات، والطلاب تفوت مناني يعني، وهاي الطشة صار لها قرن يعني، ما حد يسويها. حالة مأساة جان عن معداية هنا. هذا الشارع ضبط صار له سنتين ما حد داخله، يدخلون بس فترة الانتخابات احنا ونسوي وكذا، وهذا كل شيء ماكو. مواطنون انتقدوا عمل الجهات الحكومية في تقديم الخدمات والإعمار لهم، والذي اقتصر على مداخل المدينة فقط. أما الطرقات الفرعية والأحياء الشعبية البعيدة عن مركز المحافظة فهي تعاني نقص حاد في خدمات البنى التحتية. هاي المنطقة بها زخم تعداد سكاني، ليش مهمولة من قبل المحافظة؟ ليش ما حد يشتغل بها؟ يعني إلى متى؟ شوارع صارت شوارع ما موجود من عدها بكل المحافظات، ليش هاي المنطقة مهمولة؟ نقرة راح تسبب مشكلة عويصة وتسبب عقبة يعني ضارة باتجاه المحافظة، ماذا أعرف. نقص الخدمات قديم ومزمن في منطقة الشبانات، فالحفر فيها ستكون عرضة لمياه الأمطار لتشكل مستنقعات مائية للمياه الآسنة، الأمر الذي يشكل خطراً على سكان هذه المنطقة. علي خالد، وان نيوز، كربلاء.